سيرين عن يول واش الاخوان صافا كلشي مزيان صباح الخير عليكم بقيتوني دابا غادي نجري جري صباحيه غير في البرك كما كتشوفوا معايا هنا نمشي لواحد الدوار سميتو ام التريخ نديكم واحد العين نشربوا طوف واحد العين واخا كاين البرد ومع من هاد الجريه مع الكليبات ديال يا ميسي نيمار غادي تقول لي كيفاش هاد السميات هادو من بعد نشرح لكم علاش تسموا هاد السميات ايوا نيمار قاعد ايوا كاين الخلاوه اش اخو البر ايوا دابا يلا وصلنا للدوار اللي قلت لكم اللي هو متري حنا دابا غادي كندورو في الفدادين ديالهم غادي ندخلوا لديك العين اللي سميتها عين اكردوس عين اكردوس كاينه في متري في الفدادين ديال متري ها يلا بقاو معايا باش نعيشوا واحد المغامره يا سلام للاسف الاخوان هذه هي العين اللي قلت لكم بتنعوم فيها ولكن ما كتبش ان نعوم هاد العين هنا كانت سبحان الله كانوا غير كينبعوا غير من الارض وكانت كتعمر وكتخرج لهاد الجهه هاد البلاصه هادي كدوز من هنا وكدوز الى بنت لكم واحد الساقيل هيه كتعمر كدوز كيسقوا بها الناس الفدادين ديالهم ولكن هاد الجفاف الله يحضر السلامه قضى على كل شيء نطلب الله يغيثنا ويرجع بنادم طواطيش الطريق باش نكونوا غادي في الطريق الصحيح ويكون خير ان شاء الله ودابا خاصني ندوز نوريكم الطريق منين غندوز باش نطلع للفوق من هنا ها نطلع من هاد البلايصه هادي دابا زوينه الطرق ديال الجبال واخا تيبان لك فيهم كوديه الطريق ولكن تيكونوا زيكزاك بالزربه كتقطع المهم بغيت نشرح لكم واحد المعلومه خفيفه طريفه حنا في واحد السكوره كاين عندنا ثلاثه ديال الويدان اللي كاينين في الوازيس كاين واحد كبير وواحد الحجاج وكاين واحد سميتو واد بوجهيله والاخر هذا اللي غنوريكم دابا صبر صبر وصلت دابا لواحد الجرف ديال الواد وبغيت ننزل ما بقيتش عارف منين غنزل غنشوف شي لا طحشي من هنا الله يستر دوك العديان دوك شي صحابي شي يقول موش دغيا ناكلو على الكسكسو ديك اصليكو هنا شي طريق غنمشي حتى لواحد البلاصه هي اخرى وهنا الاخوان بدات تسرح الطريق شويه ولكن ماشي تسرح ولكن الراي صعيب بالسلام بالسلام كلاب كتجي وماتش ايزي لان اخوان دابا غتبدا واحد الحرب مستحيل كاين شي حرب بحال بلاش نسلح بها سيرين على يولي يولي يولي
دوك الغيران اللي شفتو معايا دابا الخوت كانوا ساكنين فيهم البرتغاليين من داك الهيد ديال البرتقيز. في القديم كانوا هاد الغيران كيسكنوا فيهم برتقيز، دابا تيبان ليا ما بقاوش يعني لا فيهم غير بحال شكل امازيغ. دابا اللي عارف امازيغ شنو هو امازيغ، بحال اللي قلتي واحد الرحال الناس دوك كلشي يسرحوا الغنم ديالهم بحال شكل العتاير، سموهم الغنم بصفه عامه، تيكونوا مبعدين على الديور ديالهم بواحد المسافه بعيده، هنا فين تيخبيو الشيه ديالهم من الشتاء. واخيرا طلعنا لهم، منين كنقول خاصني نطلع لهم، اول مره طلعت لهم ولكن الهبوط قد يحامضها في الهبوط. اخيرا وانا دابا غادي نرجع للدار، كاينين معايا الكلاب، هادو راه سلاك، هادو اللي شفتو معايا غير وحده اللي ماشي سلوكيه، اخرين سلاك دوك الثلاثه اللي قلت لكم نايمار وميسي واسيا. وغادي راجع دابا على الله نتلاقى مع شي ارنب كما تقول نتوما، ولكن حنا تنقولو نويربه، اذا تلاقيت مع شي نويربه هنا يا سلام اولي اولي طاقه اخرى عاوتاني. المهم ما تنقلبش عليها دابا، غير مو غادي راجع انا في الطريق، الا تصادفت معاها مزيان، ما تصادفتش معاها مره اخرى نكونو خارجين معولين. هذا غادي ننزل دابا مع هاد الشعب هادي هايا، غادي ننزل مع الله نتلاقى مع شي نويربه، اذا تلاقينا غنتفرجوا ان شاء الله بلا شي فيديو. اما بان ليهم الاخوان واحد الثعلب الفوق مشاو ليه، راه شتيهم واحد الثعلب كاين الفوق الجبل، شافهم ويعلقو ما يتبعو. واحد اخر الاخوان شوف الاخوان بعد المرقد ديال النويرب، هنا غادي نلقاو شي نويربه ان شاء الله.